فانت ناقص القناة. اسمع معنا محمد مدر. رحب محمد مدر وعطى الأسئلة. رجال رحب محمد مدر. كويس انك ما كملت. تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا اخوي محمد مدر، كيف حالك؟ مساك الله بالخير. من مبدأ الشفافية وكل واحد يقول وجهة نظره، انت يا اخوي محمد من الناس اللي اخذت منها الحصانة البارح ورجعت له في البرايم. نبغى وجهة نظرك، وش اللي في خاطرك، ويا ليت تعطينا الامور او الملابسات اللي ما يعرفها الجمهور. والله ما اخوي محمد، هذا غلط من الاعداد، والغلط وارد له من ابو جابر وله من احنا، لكن من الاعداد غلط هذا. وسواء الحصانه جت معي انا ولا مع اخوي محمد بن ملحب، كلنا واحد. لا جابر خاطري شيء. للامانه المشهد البارح محمد بن ملحب هناه محمد بن بندر على المسرح فقرة عشان تدري ان كلنا واحد، وفي الحصانه محمد بن ملحم راح يهني محمد بن بندر. الحاجه اللي نقولها سواء حتى ان في النقد تجبرنا نقولها مع ان ما نجينا هنا نمدح، ها خوه هذه النسخه، خوتها شيء عظيم. اخونا محمد، هلا ابوي، نطلب من الشاله، ايش رايكم؟ لا انا والله انا اشوف صراحه محمد تطلب منه شيلات متكرره، ولا واكثر الشيلات ما هو حافظه، يقول منها بيت بيتين وما انا حافظ. انا ما ادري متسابق على طول الفتره الزمنيه هذه، لا حفظ قصايد جديده يعدها ونفس القصايد يكرره، فتطلبوا منه شيلات. انا اشوف استاذ انس، انت اول قلت ميدي وانا قبل ندخل الهواء، لا تطلب من المنشد، يطلب من السلطان او كذا. اي نعم، انا بقول لك حقاقا للحق زي ما تفضلت انت. ابو بندر من الاشخاص، محمد بندر من الاشخاص اللي لا يعطى مساحه بين زملائه. انا اللي فسرت تفسير واحد ان شان صوته زين وخايف ياخذ الاضواء من المنشدين الثانيين، فهو حتى اذا انشد في جلسات تلقى اثل عفو الطيب يا ولد. طيب خليك. اذا انشد تقعد له مقاطعات، يجي واحد يشاركه بالصوت. انا اشوف صوت سلطان ازي بصوت بندر. سلطان بلا سمعنا شين عليك ما شاء الله. بس سلطان، بس يعطيك العافيه سلطان، يعطيك العافيه. يا سلام هني يا لصنج، حرام يا سلطان ان الصوت ده ما يطلع. انا صفق لك دقيقه واقول له هني يا لصنج يا سلطان. اخوي محمد بن مندر، هلا ابو. انا والله شوف انا من الناس المعجبين في صوتك، لكن لا لا تمدح يخذلك، ما راح ما يكون على ثقتك. نعطي فرصه دقيقه يا شباب. اذا انت محمد طلعناك كم مره، جاك كم منشد تقول صوتي ان شاء الله صوتك اليوم مو بتعبان. انا ابغاك اليوم تثبت لهم خلاف ذلك. غرد يا ابو بندر، غرد يا حبيبي. والحياه هيا ما دواره، لا تلبسني بظنك ثوب ما هو ثوبي، لا ترد اللي تغرب عن ضواحي داره، وانت ما حبيت فيني غيرك كثر عيوبي، من يشوفك زين حظه لا تشوف غراه، يا هواي اللي ما قد شاور على مطلوبي. سؤال اخي ما شاء الله محمد، انا والله وقف صفقه. شفت فقره نقد تكون متصفق المتسابق اليوم تصير ما وقف صفقه. انا بالنسبه انتم قمتوا بناء على طلباتكم صح، انا للاسف انا ما قمت صفقه. يا شباب ما شاء الله، انا صراحه كنت هدوني وصفنا الحق. سمعت صوته. يعطيك العافيه اخوي محمد. عندك شيء تضيفه؟ لحظه دقيقه، عندك شيء تضيفه؟ احد يبغى محمد شيء؟ انا بوجه بعض الاسئله. انتم قمتوا صفقتوا له محمد، هذه القصيده انا سامع منه 30 يوم، انا سامع 60 مره، العصر يعده وبالليل يعده. محمد كم صار لك في البرنامج؟ 30 يوم، كم شيله سويته مع الاخ هيثم؟ شيله واحده. شيله وحده شباب. ولا ابشرك ما خلصت للحين. للحين ما خلصت. التاخير مو من عندي، من عندهم. حاول انك تقنعني وتقول لي من الاعداد مثلك مثل الناس اللي قبلك. اجو من هي منه؟ ها؟ من هي منه؟ الامر هذا اللي انت اللي قايم فيه
انت اللي تطالب فيه، الاعداد ما له علاقه. طلبنا طلبنا وتكلمنا لكن ما في من دون تقاطع اصوات. انا اللي اتكلم تسمعني. يلا خلينا نطيب. كانك تملك اداب الحوار يا محمد. أوكي. اسمع مني. اسمعك معك. انت هذا الامر يخصك. الا الشخص الاول المسؤول عن متابعه هذا الامر هو انت. لا ترجو ولا تطلب من اي احد اخر مثال لا تحط اللوم على المتسابقين. اسمع مني. انت عليك طلب. انا استاذ محمد. هلا ابوي. انت منشد النسخه وانت عندليب النسخه و اسمع بقول صوتك نخبه النخبه. العندليب ما في اي سوره. خلاص خلاص انت اسمع. العندليب ما في اي سوره. يا محمد بندر يا شباب يرد عليك. يا شباب انا عندي رجاء خاص للمتسابقين اعلنها من هذا المسرح الا يجعلوا فقره النقد قدوه لهم. تقاطع عندكم في فقرة النقد أكثر من عند المتسابقين. سبب إدارة حوارك. ما تعرف تدير حوارك. كيف ما أعرف أدير حوارك؟ دير الحوار صح. هو يعرف يدير حوارك. حطنا من ناحية هناك ما يشوف كل تشوفه. تعال قم من ناحية رجاء خاص. قم هناك رجاء خاص. رجاء خاص رجاء خاص ديدي. رجاء وخاص اللي تقول عنده. تعال سلطة بينهم هناك. رجاء خاص تجي بينهم. رجاء خاص. رجاء خاص تعال هناك. بيهاوشوني. خلاص. آخر خلاص. لما نبغى تقاطع. المحور الثالث خلاص انا ما علقت على فقرة سعود. خلاص المحور الثالث محور سعود ما علقت. عدينا خلصنا. طيب عديت. لا حق كل واحد يجينا هنا يحق له يعطينا. لا عدينا لا عدينا. عطنا رايك. يلا يا خلينا نتكلم عن فقرة. والله مو مصالح سعود انا خليك تاخذ تقول رايك لكن كمل اخلص. والله انا اقول سعود فوقكم يا مقدمين وفوق نقدكم كفو وفوق كلامكم كله كفو. هذا سعود كفو لكن هذه وجهة نظرك. هذه وجهة نظرك دافعها العاطفة. انا المحور الثالث اسلم المحور الثالث فقرة